سمك بوري وبطاطس بصل وثوم وكمون وعصير ليمون وخل، كزبرة خضراء وزعتر وزيت وملح وفلفل ودقيق، صلصة فلفل حار. حلو الكلام ده كله متقشر ومتنظف وزي الفل. بس انا عايز ايه، هنا بطنه هي زي الفل كده وفريش فريش فريش. هنيجي نعمل ايه بقى كده الاول، هنروح عاملين كده اهو، نعمل ايه، ندي ليمون وكمان ليمون عايز اعمل له حشو، حاجه حلوه حشي حاجه حلوه. بيقول يعني بكنافه ولا بهريسه، مين يا فن؟ طيب كده ده التوم بتاعي كده، وادي فلفل حار، ادي زعتر، ادي كمون، ادي ملح، ادي فلفل، وادي كرات وفلفل حار. نديله كمان شوية خل ونديله لفة كده، ما هو في ليمون ياما. صلي على الحبيب. بطاطس عندي بتتقلي، نجيب دي كده ونركز مع بعض شوية، مع حضراتكم نركز مع حضراتكم شوية أو تركزوا معايا. دي معلقة، وآدي السمكاية، اللي خدت حقها تطلع بره، اللي خدت حقها تطلع بره. طيب كده هنا طب وما عايزين تاكلوا وانا خدها ناكل. دول اللي بالليله كلها، ثوم مفروم مع بصل مع بتاع ده كرات مع شطه مع كرفس مع ليمون، الريحه طالعه الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو شفت يا باشا، ادي شويه كمون. عايز تروح؟ ادي النيله السوداء. يا صلاه الحبيب النبي. كل حاجه يا جماعه بنعملها بحب بتبقى زي الفل. اخد شويه من دول كده اهو، بعدين انزل بدول كده. واروح مسقسع اهو. حبيبي. اهو. يلا ان شاء الله ما حد حوش.
ونخش بالصلاة على الحبيب على الفرن اهو. اوعى